كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. سلام المسيح، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترنيمة وعود. واليوم في هالحلقة رح نصلي لفلسطين وشعب فلسطين الغالي على قلبي، لأنه أنا أهلي من فلسطين، ووالدي قبل ما يروح على السما كانت كل قصص وحكاياته عن فلسطين، وكنا وكنا وكنا. إحنا جايين نصلي اليوم بأسلوب مختلف، جايين نصلي إنه الرب يرجع لهالبلد ويسود عليها ويسود على هالشعب، ويرسل من عنده تعزيات وراحة للناس التعبانة. شعب عانى كتير، مش سنة وسنتين، أكتر من تقريبا 67 سنة الآن، ولسه في ناس لسه بمخيمات وناس لسه بتعاني. لكن الله مش بعيد عن معاناتك ومعاناتك اليوم. لو عم تسمعني ارفع صوتك معي بالصلاة، قلو تعال يا رب عبلادي، تعال باركنا يا سيد، انت الوحيد اللي قادر تتحكم بالأوضاع. احنا طالبين يمكن عدالة اجتماعية، وطالبين ثورة، وطالبين حرية، وطالبين مقاومة. كل هالأشياء هاي المسيح قادر يعملها اليوم، ومش شرط عسكرية. الرب هو اللي بيحارب، هو بيدافع عنك، انت سلم أمورك إله، هو في الحرية أصلا. مقاومة من شو؟ إذا معك الله فمين عليك أصلا؟ وهو عنده العدالة لكل الناس. بصلي اليوم يجي على حياتنا كلنا، خاصة فلسطين وشعب فلسطين، بتغيير، بسلام حقيقي بيختلف عن كل الوقت اللي فات، في اسم يسوع، أمين. تعالوا نصلي مع بعض. اسمها بلاد السلام، وبلادي حرم السلام. يا ما سمعنا خطابات وسمعنا شعارات، لازمنا ثورة صلوات. بارك فلسطين بوجودك فيها، نترجى طلبين مجدك يحييها. بارك فلسطين بوجودك فيها، نترجى طلبين مجدك يحييها. يا رئيس السلام، مهدك محتاج السلام. يا رب العالمين، بارك شعبك في فلسطين،
بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. فيها كلمتك تعالوا مشي فيها يا رب كلمتك. هالأرض اللي مشي فيها كلمتك تعالوا مشي فيها يا رب كلمتك. وقول كلمتك يلي كلمتك، قول كلمتك يلي كلمتك تشفي تحرر بالتمام. وبارك فلسطين بوجودك فيها، نترجى طالبين مجدك يحييها. بارك فلسطين بوجودك فيها، نترجاك طلبي مجدك يحيينا. يا رئيس السلام مهدك محتاج السلام، يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. بنصلي في اسم المسيح تحرر مقصورين، وتداوي هالشعب الجريح وتريح متعبين. بنصلي في اسم المسيح تحرر مقصورين، وتداوي هالشعب الجريح وتريح متعبين. وتعالى أمين لأرض فلسطين، تعالى أمين لأرض فلسطين. نورك يشتت كل ظلام، وبارك فلسطين بوجودك فيها، نترجاك طالبين مجدك يحييها. بارك يا رب، بارك فلسطين بوجودك فيها، نترجاك طالبين مجدك يحييها. صلي معه قل له بارك يا رب، بارك بلدي اللي بتسمعني اليوم، اذكر بلدك قل له بارك بلدي يا سيد. بارك فلسطين بوجودك فيها، نترجاك طالبين مجدك يحييها. يا رئيس السلام مهدك محتاج السلام، يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. الصلاة اللي صليناها لفلسطين كانت على مقام النهاوند، مقام النهاوند من الدو، اختار طبقة الدو. النهاوند
ممكن يتلعب على جيتار أو على بيانو أو على آلة غربية، لأنه ما فيش رباع، ما فيش سيكا أو ربع تون في المقام. تعالوا قبل ما أودعكم نسمع تقسيمي على مقام نهاوند، لغاية ما أشوفكم رب يكون معاكم يرعى حياتكم، سلام المسيح يكون معكم دايماً.